اولا المطلب ديال استقلال القضاء كان دائما مطلب اول الاحزاب السياسيه وثانيا لجميع المنظمات الحقوقيه منذ الاستقلال. منذ الاستقلال كان هذا واحد المطلب اللي في عده مراحل كان يجد صعوبات في قبوله من طرف الدوله. لكن في الدستور ديال 2011 المغرب سيتقدم بخطوه مهمه جدا عندما سيقرر بصفه نهائيه ان السلطه القضائيه سلطه مستقله. ولم يكفي الامر ان يكون تعبير على اراده، وانما الدستور كذلك وضع اليات لتنفيذه، وان الفرق ما بين دستور ينص على استقلال السلطه القضائيه ودستور يضع الاليات لتنفيذه، وبالفعل تم تنفيذ استقلال السلطه القضائيه. لكن هذه استقلال السلطه القضائيه هذا كان ناقصا لو لم تستقل النيابه العامه عن وزيره العدل. واستقلال وزاره النيابه العامه عن وزاره العدل لم ياتي بها لا دستور ولا قانون تنظيمي، هي اراده ملكيه صرفه، لان جلاله الملك هو الذي طلب وقدم وطلب من الحكومه ان تدرس مقترح قانون وليس قانون تنظيمي الذي يقرر فصل النيابه العامه اختصاصات النيابه العامه على وزاره العدل. المغرب اليوم هو نموذج فريد، اذ ان استقلال النيابه العامه لا نجده في فرنسا مثلا، لا نجده في اسبانيا، لا نجده في المانيا، بحيث ان استقلال النيابه العامه هو واحد المعطى خاص بالمغرب. المسؤوليه اليوم على الفاعلين السياسيين، الفاعلين القانونيين، ما ينجحوا التجربه، ينجحوا تجربة استقلال السلطة القضائية، ينجحوا تجربة استقلال النيابة العامة بالدعم المعنوي والحقوقي وتدعيم هذه الاستقلالية لما فيه خير بطبيعة الحال للمغرب ولبلادنا. اليوم كاين مؤتمر ديال الاستثمار اللي هو العدالة والاستثمار. المغرب دار خطوات منذ بداية التسعينات، منذ 94 عندما قام بملائمة جميع التشريعات مع كل قوانين دولية أوروبية وأمريكية من أجل الانفتاح أكثر على الاستثمار الأجنبي. ومراكش كانت مجال للتوقيع على اتفاقية الكاد في ذاك الوقت في سنة 1994. المؤتمر اليوم جاء ليضع نوع من تقييم تجربة العدالة مع الاستثمار. العدالة في المغرب بطبيعة الحال كجميع العدالات كجميع القضاء في جميع العالم عندها نقائص ديالها، ولكن عندها ايجابيات ديالها في المجال الاستثمار. في المجال الاستثمار اليوم عندنا قضاء تجاري مستقل، عندنا قضاة في مستوى عالي، عندنا كذلك مؤسسات موازية اللي هي التحكيم، اللي هي الوساطة، اللي هي الصلح، اللي هي قواعد كلها اليوم تشتغل وتجعل من 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 قضاء الاستثمار واحد 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 لوبجيكتيف ديالها اللي خصها توصل له وتكون آلية ديال استقطاب راس مال، ماشي غير راس مال المغربي والاجنبي، حتى راس المال المغربي ليثق في عدالته من اجل ان يكون هناك اقلاع ليس حقيقي. المغرب في مرحله الاقلاع، ولكن حتى يكون الاقلاع يعرف واحد النوع ديال الانتظاميه، واحد النوع ديال الاستمرار في 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 تحصين الاستثمار المغربي والخارجي. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.